كنور تقدم لكم نسمة وبسمة. أفضل يوم عندي في رمضان حيث أنا فرحانة بهاد الوليدات اللي جاو عندي وكنتمنى كل يوم يجوا عندنا ما كرهناهمش كل يوم يكونوا معنا. قمنا هاد السنة وخلال شهر رمضان المبارك بشراكة مع شركة يونيليفير كنبحثوا على واحد الجو عائلي اللي غني بالحب والحنان ونداء موجه لجميع العائلات باش يتواصلوا معنا ويجيو لدار الأطفال سيدي البنوسي ويديروا واحد العلاقة ينموها مع أطفال اللي محتاجين يخرجوا في الويكاند ولا في عطال أو في أعياد. كنتمنى كاع الأسر المغاربة ترحب بحال هاد الوليدات.